السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مئات الآلاف. قبل أن نبدأ من فضلكم أحضروا كتاب التلميذ الجزء الأول، ورقة وقلم. في نهاية هذا الدرس سنصبح قادرين على أن نميز الأعداد من ستة أرقام ونقرأها ونكتبها. مفردات الجديدة الشطر المئات ألف. أحبائي، نفتح كتاب التلميذ صفحة 6. نوقف الفيديو قليلا ونحل فقرة مراجعة سريعة ثم نكمل. من الأرض إلى القمر. إن أقرب مسافة بين الأرض والقمر هي 363,377 كيلومترا. من كم رقم يتألف العدد السابق؟ من 6 أرقام. نكتب هذا العدد في جدول المنازل. كل مجموعة من 3 منازل تسمى شطرا. لدينا إذن شطر الآحاد وشطر الآلاف. تفصل مسافة صغيرة بين كل شطر وآخر. تساعدك القيم المنزلية وأسماء الأشطر في قراءة الأعداد وكتابتها. لقراءة هذا العدد، نجزئ هذا العدد إلى شطور. لدينا شطر الآحاد وشطر الآلاف. ثم نقرأ بدءا من جهة اليسار: 363,377. نلاحظ المثال التالي: لدينا هذا العدد. لكي نقرأ هذا العدد ونكتبه بالأحرف، يجب أولاً أن نجزئه إلى شطور. لدينا شطر الآحاد وشطر الآلاف. نقرأ بدءاً من جهة اليسار: 56,398. نوقف الفيديو قليلاً ونحل تطبيق واحد ثم نكمل. ما هي الكتابة بالتفصيل؟ كتابة العدد بالتفصيل هي مجموع القيم المنزلية لكل رقم من أرقام العدد المعطى. لنكتب هذا العدد بالتفصيل، سوف نضعه أولاً في جدول المنازل لكي نبين قيمة كل رقم فيه. الرقم 7 في منزلة الآحاد قيمته 7. 7 في منزلة العشرات قيمته 70. 3 في منزلة المئات قيمتها 300. 3 هنا في منزلة أحد الآلاف، إذن قيمتها 3000. 6 في منزلة عشرات الآلاف قيمتها 60,000. وهذه 3 في منزلة مئات الآلاف قيمتها إذن 300,000. إذن هذا العدد بالتفصيل هو 7 زائد 70 زائد 300 زائد 3000 زائد 60,000 زائد 300,000. نوقف الفيديو قليلا ونحل التطبيق 2 ثم نكمل. ملاحظة، نستطيع أن نكتب الرقم 0 أو أن نتجاهله عندما نكتب العدد بالتفصيل. ما هي الكتابة بالأرقام؟ هي كتابة كل رقم في منزلته المحددة لنحصل على العدد. لدينا العدد 607,394. لكي نكتب هذا العدد بالأرقام، يجب أن نجزئه إلى شطور. نحوق الشطر الأكبر ثم نكتب كل عدد في الشطر المناسب له. نلاحظ المثال التالي: العدد 40,915. لكي نكتب هذا العدد بالأرقام، يجب أن نجزئه إلى شطور. نحوق الشطر الأكبر ثم نكتب كل عدد في شطره المناسب. هنا لدينا عدد مكتوب بالتفصيل. كيف نستطيع أن نكتب هذا العدد بالأرقام؟
نضع كل رقم في منزلته المحددة بحسب قيمته المنزلية. نلاحظ أن هناك منزلة فارغة، ماذا نضع فيها برأيكم؟ نضع صفراً. إذن العدد بالأرقام هو 870145. نلاحظ معاً المثال التالي، لدينا هذا العدد مكتوب بالتفصيل. لكي نكتب هذا العدد بالأرقام يجب أن نضع كل رقم في منزلته المحددة، فنحصل على العدد 598207. نوقف الفيديو قليلا لكي نحل التطبيق 3 ثم نكمل. تعرفنا إلى الآن في فصلنا على القيمة المنزلية ومئات الآلاف. في القيمة المنزلية إن قيمة كل رقم في عدد ما تحددها منزلة هذا الرقم في العدد. في درس مئات الآلاف تعلمنا قراءة الأعداد وكتابتها بثلاث طرق: كتابة بالأرقام، كتابة بالأحرف، والكتابة بالتفصيل. أطلب منكم أحبائي مراجعة صفحة 6 من كتاب التلميذ وحل التمارين المحددة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.